الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال وخدمة ضيوف بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام بتسخير جميع إمكاناتها من القوى البشرية واسطول خدماتها الإسعافية الأرضية والجوية أيضا. تنضم إلينا مباشرة من مركز إسناد الهلال الأحمر في مشعر عرفات الزميلة مشاعل السعد. أهلا وسهلا بك مشاعل معنا في التاسعة ومساك الله بالخير. يعني دائما الهلال الأحمر في مواسم حج كل عام يعول الناس عليها الكثير، كيف هي استعدادات الهلال الأحمر هذا العام مشاعل؟ صحيح، مساء نور عبد العزيز ومساء نور على كل مشاهدي نشرة التاسعة. الاستعدادات كبيرة جدا، سنة عن سنة هناك تطور وهناك استعداد أكبر من العوام التي سبقتها. الهلال الأحمر مستعد، تم الاستعداد لاستقبال جميع الحالات، لكن نتعرف أكثر على هذه الاستعدادات. دعوني أرحب بضيفي نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر للشؤون التشغيلية وقائد حدث الحج الدكتور فهد الحجاج ليحدثنا أكثر. أهلا وسهلا دكتور، تفضل. دكتور، حابين نتعرف أكثر على استعدادات الهلال الأحمر من حيث الأسطول الموجود وعدد الكوادر اللي موجودة في موسم هذا الحج. حياكم الله ومساء الخير على الجميع. إحنا السنة هذه تشارك هيئة الأحمر السعودي بالأسطول ضخم الحقيقة بما يفوق على 200 آلية بمختلف الآليات، سواء من سيارات الإسعاف أو من الدراجات النارية والدراجات الكهربائية أو الباصات أو معدات الكوارث. كذلك نشارك بما يقارب من 2000 شخص أو من القوى البشرية، وكذلك نشارك الحقيقة ب 500 متطوع دائم على مستوى الحج بشكل دائم و 750 متطوع في الفرص التطوعية المؤقتة خلال الموسم الحج. طبعا يشكلون ما بين الأولاد والبنات، غالبية المتطوعين عندنا هم من الممارسين الصحيين، ونسبة كبيرة منهم من البنات، من بنات الوطن المتحمسات لخدمة الحجاج. احنا نتوقع في هذا الموسم انه يكون في زيادة في ضربات الشمس وفي الإجهاد الحراري بحكم ارتفاع الحرارة على مستوى المشاعر، بالإضافة إلى أنه التجمع البشري أكثر من 1,000,000 في منطقة واحدة بما يشمل الحجاج وبما يشمل مقدمي الخدمات. نتوقع أنه يكون في عندهم الأزمات الصحية المتوقعة من أمراض ومن حوادث سيارات لا قدر الله من الأشياء هذه. كذلك إحنا في هذا الموسم نشارك بالطيران السعودي بالإسعاف الطائر السعودي وتابع الهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهي يعني خدمة جديدة وخدمة نوعية انقطعت فترة عن الحج وبعدين تعود الآن ونعود إن شاء الله بقوة. كذلك نشترك مع زملاء في الإخلاء الطبي في وزارة الدفاع وكذلك في طيران الأمن في تقديم الخدمات الجوية للمرضى، وتشمل يعني إسعاف المرضى على الطرق السريعة وكذلك تقديم خدمة النقل لمراكز القسطرة ولغرف العمليات بالنسبة لجلطات دماغية. أنا خلال جولتي في المركز هنا لاحظت أنه في باصات يعني شبه كأنها مستشفى، فإذا تحدثنا أكثر عن دورها اللي شفناها. طبعا احنا عندنا مجموعه من اليات كبيره وعندنا مجموعه اليات متنوعه. الباص اللي طلعتوا عليه هذا باص طويق، طبعا سميناه طويق بحكم جبال طويق وبحكم يعني ما له من خلفيه لدى ذهن كل مواطن بعد كلمه سمو ولي العهد. هذا الباص يستطيع يقدم الخدمه تقريبا 16 ميول في نفس الوقت، وبامكانه تقديم حتى الخدمات بما يخص الخدمات العنايه المركزه بعد خدمات العنايه المركزه. احنا نفس الباص هذا في مجموعه من مقدمي الخدمه نستطيع استخدامه في التمركز على الطرق السريعه وفي الحرم المكي وكذلك في الاماكن اللي نتوقع فيها ازدياد الحجاج على مستوى المشاعر، ويبقى على اهبه الاستعداد في حال لا قدر الله صار في حدث يمكن تحريك المعدات الكبيره هذه لاستيعاب اعداد كبيره من الـ يعني المصابين لا قدر الله اذا كان في ازمه كبيره. طب نصائحك مثلا للحجاج او لتجنب ضربات الشمس او لتجنب الإجهاد الحراري وغيرها؟ طبعا السنه هذه حاره، ونحن ننصح الحجاج والعاملين في الحج بشرب السوائل الكافية، الإبعاد عن أشعة الشمس المباشرة وكذلك التغذية الصحيحة وعدم يعني السير على الأقدام مسافات طويلة والحرص على عدم الإجهاد الأكثر من اللازم والأكثر متوقع بحكم أنه شمس حارة السنة هذه. يعني الله يعطيكم العافية. ألف شكر. شكرا. إذن استعداد كامل من هيئة الهلال الأحمر لخدمة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات، الجاهزية كاملة وكبيرة جداً.
زميلتنا مشاعل السعد، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.